سيدي عليه خلي معصبي برين عليك. تفضل يا ابو عباد. نعم. شايفك الشتويه مأخرك وحمام الطقر شايف مجين وشيد الزيت ياكل الافضل وجيبي. عليك على الاطفال عليك. حي عينا بدها تنفصل من الفجور. الله سبحانه وتعالى يتلطف فينا. شوف يا خالد يعني شوفين اللي عم يشوفه وقص ليت اللي عم يشوفه. الله يسلمك. والله انا خايف ما مره ثانيه على الحماوي تنفخت طبله البطون وترجع تعمل لنا شيء اشكال ثاني. تنفخت طبله بين. لا يا خالد لا لا علي الصوت اذا انفخت مره ثانيه شو بنعمل فيها؟ بطوله هذه طبله البطون هذه لها صوليات وجوليات كمان طبله البطون. تفضل شو صوليات وجوليات؟ عينك شوف يا خالد الدنيا ما فيها شيء ابدا والله سبحانه وتعالى يتلطف فينا. يا لطيف. لكن بالزمانات كنت طلعت انا مخيم ابو الصيف بقهوة الفخطي. قهوة الفخطي وينك بتصير؟ هيدي بتصير قدام وين سخنة جاري هونيك قاعد عندي وعم تسمع صالح عبد الحي من الطرف الاصيل هونيك يا خالد. وبلش ليه يا بنفسج يا عيني يا عيني عم بنفسج. ايه نحن عم نسمع يا خالد الحمدية وقت بتوقف البس. نعم العالم شو رح شوفي شو في ما في؟ عم عارفين. قال في نبأ من وكالة الوزارة. وين؟ وكالة الوزارة. الرويتر يا ابو عبد الرويتر. مثل بعضها هلا. وكالة الوزارة بتقول انه طبقة الاوزون مبخشي. مبسط. مبسطة؟ مبخشي. ونطلب مثل المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحجر. نعم؟ أخذ الحيطة والحجر. الحجر يا أبو عبد الحجر الحيطة والحجر. الحجر على الأرض أنا شفته. الدنيا اللي عم تتغير، الليل اللي عم يصير نهار والنهار اللي عم يصير ليل. يا رب. والتوقيت دايما يكون 24 ساعة لا يكون 12 ساعة. عم راحت السنة نصها بزيادة. ويجب من المواطنين الكرام شراء خوذات عسكرية لدرع الخطر على رؤوسهم. وين بجيبوهم هودي؟ ايه لكن وبعدين من بعد ما تشتروا انه حبة التلج اللي عم تصير قد البطيخة. يا ستر الله. ان شاء الله بتنزل على راسك ما بضر راسك. بقولوا بحمل شمسية. لا يا اخي لا. انت بتلحم الخضرة؟ ليش حضرتك منحها مخزوق قبل المرة؟ ليش مخزوق مع شيء وبدك تلحمه ومستحيل الله يبعد الخزوق عني في هذا الخوف. لا في شيء صار قول الأول. لا ما في شيء. لا قولوا ما تستحي ما في حدا. لا 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 امبارح وقعت على ظهري ورحت على المستشفى بده مليون ليرة لحتى يفوتوني. الله يطول عمرك يا سنيورة. شو هذا؟ أخذتك وين؟ اللي عم بقول لك اياه. ابو عبد يسر حريمك احكي عربي يعني انا طالع من الصف الاول من ورا. مش لاقي اخذنا كوان وعم بس نفكر. الزمانات نظام حضر ابدا تاخذنا رجل العالم سنه 30 بزنوه يعني وسنه شهودات مشكل هذين نص نصرين وفلقتهم واحد اسود وواحد ابيض. نصرين ايه حلو. إذا بدي شم الهواء ركبت عليهم مصاري وصرت تطلع على فوق. عند سرين؟ ايه عند سرين. أصحاب يا أبو عبد أصحاب. حاسوا يا خالد اشتغلين وكلمتهم من بعد. ماشي اسمه زرت لوين؟ لوين؟ زرت على الصيف أخذت شوية كربوجين وشوية أكسجين. مشكلة. وسوليكون وهذا. مشكلة. مشان شو أبو عبد؟ خيي مشان لحم طبقة الأزهار. انت بطلت لحم طبعا؟ لو ما ابو عبد بده يلحمها بس وريح مع التلفون ابو عبد التلفون
ابو عبد لحمل لان انا كنت قاضي العمليات ساعه رجعت ال انا عم دير القصه كلها هو عم دير القصه كلها طلعت القاضي وكمان بالاعلامي يعني انت ديت فرنسي نعم ديت فرنسي بالضبط بالله عليك فرنسي نو بالله بالبري والله هذا خلاص طلعت معه شو يا خلان البارومتر شو بارومتر يا فهم قول له يا ابو عبد انت ادعي بنفسك انت شو المعقول عنه بارونت ما غيره كان بس كعك على الارض بعضه والله يعني البارومتر الانسترومون يعني في جري لابريسيون اتموسفير حبيبي ايه ايه انت فهمت؟ انت فهمت؟ فهمت انت؟ فهمت انا فهمت خلص طيب نرجع نعم يا بابا نعم 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 ايه حيطان اللي بركبون الزوات والوزارات والدنيا 500 او 600 2 طن على شو حملتهم يا خيي عن سورة عن سورة ابو عبد ايه عن سورة قول له يا ابو عبد شو عقد معه ام القنابل؟ لا والبعض ومراد على زحل وعطارد وانفون دي لوتين ايوه شو هي؟ معلش شو هذا؟ شو دخل انفك طلعناهم هذا الفوق والفراق انا مطلع على فوق احذروا من مين حطيت؟ مين؟ ببابا نوال يا عيال شو عم يعمل بابا نوال فوق؟ حطيت سيارة على البطارية لهدول نعم حفظ الله عطلتني وعطلته وبوظتني وبوظته ما حصل شي لعبة؟ عطاني شو عطيتي؟ عطاني علم ابيض مكتوب عليه ليبرتي يعني مكتوب فين؟ قول له يا ابو عبد مكتوب على قفاه فيكتوري فانجونس يا حبيبي شو يعني فهموني بالعربي بركي في عربي يا على حدا يعني اجانس هذا الاجانس هذا ما فهمت شو انا يعني عن مصر ايوه الانتقام ايوه مين كان واقف ورا منا واحضره مين؟ هذا الهندي الاحمر اللي اسمه باول ما احسن ما باول علي حصل شو بدي بيها الشغله يا ولد؟ كفيت شديت الضوء لفوق ايه شديت الضوء لفوق عن صورة ايه وصلت لوين؟ للمشتري الأول المشتري الثاني ويصل يلقبوا يطيعوا المريخ شو بتشتروا فوق؟ عم بقول لي صار ياكلوا بنزل واشرب طيح يسوق خضرة فوق شو اسمك؟ فوق المريخ؟ ايه معلومة طبعا حاصل بعد ما خلصت له شديت الضوء لفوق وشديت الضوء قبل ما اوصل لفرن بقول لك ازوني نزلت من عالو ازوني نزلت من عالو يوعوا زاد وعز يا اخواتي وقع علي لحدودي بابا لحدودي في امه ابو عمر في لحدودي فوق لحدودي عم بلح وقع علي لو ما حطيت الله رحمه الله رحمه ابو عمر حصل الله على فوق وصلنا الحمد لله على السلامة مين اللي سلم عليك فوق؟ ما بتقول لك سلم علي والله عم اقول لك تعالوا يا اخي اظن من عن اظن من عن اظن من عن ما وقفوا يشوف بعيوني ابدا ما توقع لا حدودي على راسي كفيت كمان الضوء عفوا ما اكون جبان حلو وقت ما كفيت الضوء وصلت لفوق نزلت الحمولة نزلت ال شو اسمه الفيلم والكريس في مين؟ ايه ونزلت الكريستال دي روش لانه ايه شيء بعد الكريستال دي روش شو طبعا من نفهم مش نحكي لك يا حي عنه يا حي لانه زيز العاده عم بيعكس دوره على الشبكه الله صديقي نور عم بيعكس على الشبكه يحرق على الاحراج
مفهوم. مثل هذا اللي بيقعدوا بقهوة نفض أخير بيبلوا وبيشربوا وبيتركوا شو يتنون ولا بيحرق العرب. بيتركوا شمطلي يطلي أبو عدد ببيروت. أيوة. شو هو؟ شمطلي يطلي. الله يطلي رأبتك. بس خلينا قال وصلنا لقال عم بتطلع هيك مش ودي ما نبدا ليك رامين مكتوب عليها النفايات السامة. العلم النفايات عنا ولك يا ابو عباس شو جاب لفاء؟ ما صار صار كومبليت شو بدي اعمل لك؟ نورد يعني عم نصدي بعد لفاء الله يجيب بعدك معهم المره الجايه وعى معي بطل برنامج يا لطيف يا لو ما لابس باش عميان يا لطيف شو هذا باش عميان؟ هذا يلبسوه بالحريق لابس العميان محبوبه وكل باش عميان ايوه عميان شو يعني عميان؟ عميان هذا ضد الحريق ضد الله بحبك كيف؟ صلى صلى بداية اللي صلى بداية وش اسمه؟ لكن شو؟ جبت على الله الله جرى بعد ما خلصت شوف شو عملت؟ شو عملت؟ شديت الزول وين نزلت؟ وين؟ على ميزان الخيطر يا حبيبي وين؟ على الخيطر شو الخيطر؟ شو أخذك على ميزان الخيطر؟ معاني عنده مش رختر أبو عبد رختر الله صلح لي بقول ما بيفهم ونعم شو لك انت والله؟ والله رفقاتي بالمدرسه كان ياخذوا كل العلامات ما خلوا لي ولا علامه. والله شاطر. حاصل شديت نزول. بعد سنه فطروني وعشيني وين؟ وعبينا اكواب رختار. تمام. ايه شكلك وصي. شديت نزول شو بدي اعمل؟ هل تركيني فوق؟ وين نزلت؟ نزلوا وين؟ وين؟ نزلت على بيتنا. شو اخذك عبيك بني ابو عباس؟ ايوه في الساعه اللي بدي اسويها مخر نص دقيقه طب مش هالبطاطا هيك كيف وصيت؟ تغروها شوي الكذبه تغروها شوي الكذبه حاصل صبرنا ساعة ونزل ساعة ثانية. أنا وزلت وين على تحسين؟ وين؟ بالأوس والأصح. شو وين؟ أوس والأصح. معرفته؟ بلا. أصل أصح. اللي كان يعبي من البحر يطلعوا لفاء هذا جارك الأوز الأذى لا فاء البيت عندي بيطلع دايما حظه من بعد ما خلصت من شيء عملت فراش شو؟ فراش حكي ألمانيا بعد عملت فراش وسويته فراش يا أبو عم فهمني شو فراش وسويته بطمان بطمان بطمان؟ لا مش يصبح عم تخبيني بعد ما خلصت كمان زل الآيات وكيدات الأنبياء تحت وش والجرائد والدنيا والمصورين حاصوا باختصار نعم عم لك يا باختصار تفضل الجيش المصري عبر من تحت خيط أبو عبد عبر من فوق يا أبو عبد وهذا اللي صار يا أخوي دخلك ماذا تروح تحرر العراق؟ راح جنن انت قوم بقى حنفلتوا لفلتوا لكم قدموا معي انا بنفسي راجع على الطريق انا وين لو في يمين اذا ترجع